Riesci amore? Con la debolezza? Di di el che mina. Che verdura è quella? Questa è la mia. Zatar, timo. A di di el integrale, no. A di di el non ho morto bene. Per una schiera più un nebbi. Mira, tachtin, sì, netma. Va bene, va bene. Auguriamo buon appetito a tutti. Sì, l'ho fatti vedere pure. La spremutina. La suddivisione fai? السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي أعزائي المشاهدين، كما كتشوفوا معنا هذه الأجواء ديال الصيام، ضلينا صايمين هذا النهار، كنا صمنا تقريبا الله يتقبل. وقبل ما نوجد الفطور، واحد المتتبعة ديالي الله يخلف على وجهها بخير جابت لي هالشي، جابت لي الفول وجابت لي هاد البقلة أولا الرجلة، كل واحد شنو كيقول ليها، وجابت لي هاد القريعة، هادي قريعة حمراء. ايوا قلت راه اش ندير ما ندير، انا نوجد هاد البقله هادي كتعجبني انا، هادي مع غنيه بالحديد، هي راه زوينه بزاف، فيها بزاف ديال الفيتامين، وقلت غنوجدها معكم جميع باش الفائده تعم الجميع. اللي ما كتعرفش طيبها ولا شي حاجه اللي بغات تصح تاكلها، واللي عندها فقر الدم تاكلها، راه زوينه، راه فيها بزاف ديال الحديد. المهم كنشدوها، بعد اول حاجه كندير تنقيها، تنحيد عاد كل الوريقات ديالها، فيها واحد الرويس فيه الزريعه، ما تخليوش هذاك تتحيدو من طبيعه الحال، وتتحيدو داك الغصن ديالها حتى هو، داك الجذر ديالها وداك الشيء. المهم تتحيدو غير الوريقات كيف ما كتشوفوا معايا هكا، تنهز ليها الوريقات ديالها. هذا تبغي شويه ديال الصبر وصافي. المهم راه هي زوينه ملي كطيب، كتجي زوينه بزاف، احسن من البقوله ولا شي حاجه. انتما كيف ما كتشوفوا هكا، المهم تعاوننا مع عاونوني عليها، تقطعنا هذيك الميكه كامل. من بعد ما غسلت البقله الرجله ولا البقله ولا كل واحد اش كيقول ليها، ها هي غسلتها وحيدت ليها غير دوك الوريقات، راك شفتو معايا كيفاش نقيتها. وغادي نوضعها في الكوكوت بهذه الطريقه، هذه هكا وشديت هنا جوج حبات ديال الطماطم، قسمتهم على ربعة، وغادي نطحنهم هاي، نطحنهم مزيان. وغادي نضيفهم دابا لهاد الطنجره ديال البقله، هكا نضيف الطماطم اللي حكيت، وغادي نضيف معاهم الثوم هكا، وغنضيف عليهم واحد شويه ديال القزبر مع المعدنوس اللي قطعتهم ديال الربيع. وعندي هنا في واحد الطبسيل عندي هنا الكمون،
عندي البابريكا او التحميره، عندي الفلفل الاحمر الحار، وعندي مليحه. صافي غادي نضيفهم كلهم هنايا، وغنضيف عليهم زيت الزيتون. زيت الزيتون هكا، نحرك كل شيء مزيان، وغادي نوضعها على النار، غنسد الكوكوت وغنخليها ربع ساعه، وغادي نتلاقى معكم من بعد ان شاء الله. من بعد مرور ربع ساعه هانتوما كيف ما كتشوفوا، ها هي طابت، ما فيها لا ما لا حتى شي حاجه، ما كنديرش ليها الماء، راه هي كتطلق الماء. هانتوما شفتوا راه هي طلقات الماء. من بعد هاد ربع ساعه دابا وهي طابت، غادي نضيف ليها دابا الزيتون مع الحامض مصير. ها هو الزيتون، حيت ليه العظم، والحامض مصير، غداك اللب ديالو دخلاني بالقشور. انت ديروا حتى القشور، ديروهم حتى هما زوينين، رطبت كلشي مزيان وضفتهم. وغنخليها دابا الكوكوت، ما غاديش نسدها، غادي نحط عليها الغلاقه غا متكي عليها، وغادي نخليوها حتى تشرب هذيك المرق ديالها. وها هي كتشوفوا معايا بالصحه والراحه، جات زوينه، جات بنينه بزاف، عجباتهم كاملين الصراحه. كيف ما شفتوا معايا، كانت الهديه الاولى ديال المتتبعات ديالي هي هذيك الخضار بيو اللي عندها ديك السيده الله يخليها ليا وجازيها بخير، اللي مسكينه جابتهم ليا. والهديه الثانيه هي هذه، غادي نوريها لكم دابا معايا، عجبتني بزاف. ها هي راه هي اللي كنت لابسه، جيت لابسه من عندها الصراحه، عجبتني وداك الشيء وجيت لابسه. ها هي عرفتي الثوب ديالها زوين، وهي زوينه ما مزموته ما حتى شي حاجه، واسعه. ها انتم كيف ما كتشوفوا، بغيت نقول لها من هذا المنبر شكرا بزاف اختي، الله يخليك ليك، وما كانش عليك تفحني راسك. تصور مسكينه والله القسم، ملي مشيت عندها وهي ملي سلمات عليا كتسلم عليا مسكينه بحال شكرا، كتعرفني شحال انا معاها، وكتقول لي كنحبوك في الله. والله العظيم على زعما ورشات لي لحمي واحد السيده طيبه بزاف، ما واخا نشكر لكم حتى نعيا ما بغيتش نشكر لكم. من هذا المنبر بغيت نشكرها بزاف، وهي كدير استيتيك، كدير داكشي ديال التجميل، صايبات لي مسكينه طفيراتي. ها انتما كيف ما قلت لكم، دارت لي الضفران ديالي ودارت لي داكشي طبيعي، ماشي يعني كنصايبهم مره على شحال، ما كنصايبش دائما الضفار ديالي، كنحاول دائما وما كندير الصباغه مع الوضوء كل مره، وهكا تنحاول نخليهم طبيعيين. دونك هي مسكينه ملي نقاتهم لي، انا ملي كنديرهم كنصايب ضفراني كيهزوا لي بحق في ايطاليا، باش هنا ما عمري ما صايبتهم في المغرب، كيهزوا لي هاد الجلده هادي كيهزوها وعاد كيقطعوها من هنا مع الجناب. هي ما هزاتهاش، قالت لي ما خصهاش تهز، قالت لي خصها تبقى لتحت، ودخلاتها بواحد اللعيبه عندها بحال دايره بحال داك ما عرفتش بحال اش نقول لكم بحال داك باش كنتكحلوا داك المرود، ولكن هو زوين يعني خاص بالطفار، ما كيضر ما حتى شي حاجه، بقات كتدفعهم ليا غير لداخل، دخلت ليا كلشي مزيان، ولكن ما قطعتش ليا شي حاجه ولا ضراتني ولا دارت لي الدم ولا شي حاجه. ودارت لي مساج لوجهي مزيان، وقالت لي ضروري تجي عندي شي نهار اخر باش ندير لك المساج كومبلي كله لو كور ديالك، ضروري قبل ما نمشي ان شاء الله. وعدتها غنمشي عندها لان بغات ديرو لي البارح بزز منك، قلت ليها لا خليك حتى تنبغي نمشي ونديرو، لان ما مشيتش عوانه، مشيت غير باش نسلم عليها وصافي. المهم هذا الهديه الثانيه، الهديه الثالثه اللي حتى هي اكثر من هذا الشيء زوينه، وجاتني مفاجاه لان كنا خارجين كيف ما قلت لكم كاملين في واحد الفيديو السابق ديال الغرس اللي كان كيبوش جاكومو، عفاكم اللي عارفه الغبار فين كيتباع ولا شي حاجه بحال هكا. والبارح خرجنا، ملي رجعنا في الليل لقينا واحد الخنشه ديال الغبار عامره وحطوها قدام الباب، جابتها مسكينه وحطاتها لينا برا، دقات ما لقاتناش، هي تخليها واحد السيده، حتى قالوا لينا الجيران راه جابتها لكم واحد السيده وخلاتها هنايا. المهم غادي نوريها لكم ثانيه، يلاو معايا. كيف ما قلت لكم الخنشه اللي جابت لي السيده ها هي، غادي نوريها لكم، عرفتي فيها الغبار زوين، قالت لي راه ديال الغنم ماشي ديال البقر، لان ديال الغنم كيكون احسن من ديال البقر. هاو ها انتم شفتوه، هاو طبيعي راه زوين. جاكمو ملي شافوه كيشم فيه، ما خاصو غير ياكلو شافو قال لي فين غنلقاو بحال هذا، راه كاع ما كاين كاع، راه غادي غير شويه دابا وغادي يديروا كاع لهذا الشيء، غادي نديروا له شي غربال نغربلوه ونديروا لهذا هذا الحارق هذا. يلا نتمنى يكون الاعجاب ديالكم بهذا الفيديو ديال هذا النهار، شجعتكم القناه تكون شي نوعيه بجهه باش نصبح دائما جديد، ولاول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش تبارطاجي مع الاهل والاحباب والاصدقاء والصديقات ديالها، واش الفائده تعم الجميع، والى فيديو قادم ان شاء الله، عواشركم مباركه. وما تنساوش اللي بغات ولا عندها اي تساؤل ولا شي حاجه تابعني على الانستغرام
اللي هو كوتشينا مينا بنفس اسم القناه اللي فات او لا شي حاجه. يلا مع السلامه، واش مباركه الى فيديو قادم.